عاوز تعرف ازاي تحل مجموعة القشرة الألوان أو أي مجموعة من المجاميع سواء ألوان أو أسود، تابع معايا. أول حاجة بتفك الباب الجانبي، تفتح الباب اللي في الوش، بعد كده تطلع الأربع علب، بعد الأربع علب أما تطلعهم، ولازم الأربع علب دول يطلعوا الأفضل يعني. بعد كده بتفك العلبة الكبيرة اللي هي العلبة اللي فيها الحبر والعادم، اللي هي مسؤولة عن سحب الحبر والعادم، تمام. فك المسمار اللي على الشمال، واحنا كنا عملنا فيديو قبل كده برضو طريقة حل الحصيرة، كان في نفس الخطوات دي، او طريقة حل السخان برضه هنشوف نفس الخطوات دي. يعني الفيديو ده يعتبر معاك شامل، هتعرف فيه ازاي تفك الحصيرة، ازاي تفك السخان، ازاي تطلع مجموعة. طبعا العلبة دي مربوطة بمسامير، بتفك المسامير بتاعتها، وفي جاك واحد بس هتفصله. بعد كده هتطلع العلبة بتاع العادم بالدرج بتاعها، كده يبقى باقي لي مسمار. طلع علبة العادم، افك المسمار اللي تحتها، اطلع العلبة بالدرج بتاعها، افك بقى المسمار اللي تحتها ده، وبعد كده اطلع العلبة الكبيرة دي، اطلعها بحالها وبضغط على البنز عشان اطلعها، تمام. وديت العلبة اللي فيها الحساس بتاع علبة العادم، اللي دايما علبة العادم تعلق معاك وتحتار فيها. بعد كده هنيجي على جنب المكنة ونفك السخان، وطبعا كنا عرفنا قبل كده حل السخان ازاي، ومربوط بخمس مسامير، مسمار للفبره ومسمارين من على اليمين ومسمارين من على الشمال، تمام. افك الاربعه دول، الاثنين دولت والاثنين اللي هناك، انا هعمل لك زوم على المسامير اهوت عشان تبقى انت عارف مكانها، عشان ما تفكش حاجة تانية وتعمل مشكلة. وحاول دايما تشتغل بمفك ومغنط. بعد كده تفصل الجاك بتاع السخان، في مسمار تحت لسه ما فكناهوش، كده مش هيطلع معاك، هيفضل المسمار التحتاني لان كتير بينساه، انا اتعمدت اعملها قدامك عشان تشوفها. فك المسمار ده بعد ما تفك المسمار ده تمسكه بايدك الاتنين وتشده، هيطلع معاك، تمام. هنعرف بقى ازاي هنطلع الحصيرة. عندي الحصيرة اهي، في بنزين كده من على اليمين وعلى الشمال، بضغط عليهم واشد البرة، وانا ضغط عليهم، الحصيرة طلعت معايا اهي، بتشيل الحصيرة خالص، تمام. كده الحصيرة طلع معايا اهي والمكنة حرة، اقدر انني اسحب اي مجموعة، والمجموعة قبل ما تسحبها لازم تفصل الجاك بتاعها. انا هسحب هنا السودة اهي، تمام، فصلت الجاك بتاعها اهون، في لها جاكين وجاك صغير، طلعت معايا المجموعة اهي. تمام كده، هعمل لها اعادة مرة تانية عشان تعرفها تفصل الجاك.
بعد ما افصل الجاك بتشد المجموعة بتطلع معاك اهي، تمام كده. اركبها بقى تاني مكانها، بعد ما اركبها اهون اركب برضو السكوتات بتاعتها او الجاكات بتاعتها. بعد كده بقى اخش على الحصيرة والسخان وهركبهم. هنا عند الحصيرة اهي زقها مكانها تاني او دخلها مكانها تاني، ركبها كويس وتأكد انها قافلة كويس. بعد كده هتجيب السخان طبعا، تمام كده. اجيب السخان اركبه، وبرضه زي ما انت ده شلته هتدخله، تبقى دايما ماسكه كويس وتربط الاربع مسامير بتوعه والمسمار بتاع الغطا بتاع الجاك بتاعه، وحاول ما تنساش اي مسامير من دي. هو راكب معاك اهو كويس. تمام كده احنا ربطنا السخانة اهون، اقفل بابك، شيك على مسامرك الاول، نيجي بقى للجزء اللي هو في وش المكنة نركبه، الجزء اللي هو الخاص بالعادم وبالحبر. تربط مسامير كويس وحاول ما تنساش اي مسامير من دي. نجيب علبة العدم كمان نركبها بالدرج بتاعها، تمام كده. ركب السكوت برضو بتاع العلبة. بعد كده هتجيب الأربع ألوان، الأول تركب العلبة بتاع العادم عشان ما تنساش، أو الدرج بتاع العادم، ده أول تركبه كويس. بعد كده بقى تقفل تركب الأحبار الأربع ألوان اللي موجودين عندك، تركبهم لون لون. وبعد طبعا كل لون بيبقى له لوك بيتقفل ما تنساهوش. تمام، بقى اللون الأصفر معاك اهو نركبه، واقفل الباب بقى مكانتك وافتح الباور وجرب بقى مكانتك، ولو عندك اي سؤال سيبه لنا في التعليقات، وما تنساش الاعجاب بالفيديو لو الفيديو عجبك وسبسكرايب للقناة. السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله.